بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثالث الابتدائي، ومع درس جديد من دروس التربية الإسلامية ومع المراجعة. وقبل أن نبدأ درس اليوم، فقد أعددت لكم مفاجأة جميلة إن شاء الله تنال إعجابكم. هيا معا تعالوا نشاهد هذه المفاجأة، استمعوا جيدا وبإنصات، إنها لقصة رائعة. هيا بسم الله. كان رجل طيب القلب تقي يشتغل بصناعة الحصير، وكان كلما وجد مصلى بلا حصيرة أسرع إليه وفرشه بالحصير الجديد على نفقته. وفي ليلة جاءته رؤيا عجيبة، فقد رأى عموده الفقري يتشكل ويتدلى عنقود من العنب، والناس تأتي فرادى وجماعات يأكلون من عنقود العنب هذا، والعنقود لا ينفد. ولما تكررت الرؤيا ذهب الرجل لأحد الشيوخ الصالحين وقص عليه رؤيته، فسأله الشيخ إن كان له ذرية، فقال له: ولدي محمود عمره عامان. قال الشيخ: الحقه بالأزهر يتعلم العلوم الشرعية فسوف يكون له شأن كبير. وبالفعل ألحق الرجل طفله بالأزهر، وعندما أصبح عمره 8 أعوام استطاع بفضل الله حفظ القرآن الكريم كاملا، فشكر الأب ربه كثيرا، فزاده الله من فضله وبارك له في ولده ومنحه الكثير من النجاح والقبول، فكان بفضل الله ثم دعاء أبيه أول من سجل المصحف المرتلة في أنحاء العالم بطريقة رواية حفص عن عاصم، ورفض الشيخ محمود أخذ أجرة مالية على ذلك، فوضع الله له ولتسجيله القبول في الأرض، وزاده من فضله حيث استطاع أن يسجل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم عام 1961. ثم سجل القرآن برواية ورش عن نافع عام 1964، ثم بدأ في توصيل القرآن لكل بلدان العالم، حيث كان أول من رتل القرآن في الأمم المتحدة، وأول من أذن لصلاة الظهر في الأمم المتحدة عام 1977، وبعدها بعام كان أول من رتل القرآن في القصر الملكي في لندن عام 1978، كما كان أول قارئ يقرأ القرآن في البيت الأبيض وقاعة الكونغرس الأمريكي، وظل يجاهد ليصل كلام الله من خلال صوته إلى كل مكان بالعالم، حتى توفاه الله في 24 من شهر نوفمبر عام 1980. إنه شيخ القراء الشيخ محمود خليل الحصري. لقد أحسن والده فرش المساجد حتى لقب بالحصري، فنشر الله صوت ابنه في أنحاء الأرض باسم الحصري. أعزائي الطلاب، هل استمتعتم بهذه القصة الرائعة؟ إنه الشيخ محمود خليل الحصري. هيا الآن نبدأ في إتمام عملية المراجعة. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي. 1- الإنسان المؤمن بربه يعمل العمل السيء أم العمل الصالح؟ الصالح. ما شاء الله، أحسنت يا بطل، أحسنت، إجابة صحيحة.
الإنسان المؤمن بربه يعمل العمل الصالح. 2، من حسن المعاملة أن تسيء إلى والديك أم تحسن إلى والديك؟ تحسن إلى والديك. أحسنت يا بطل، تحسن إلى والديك، إجابة صحيحة. هيا يا مالك، على الإنسان أن يستخدم عقله أم قلبه ويفكر في مخلوقات الله تعالى ليدرك عظمته؟ يستخدم عقله. أحسنت، أنت طالب ممتاز. أنزل الله تعالى الإنجيل على سيدنا موسى عليه السلام أم سيدنا عيسى عليه السلام؟ تفضل. سيدنا عيسى. أحسنت يا بطل، إجابة صحيحة. 5، تتصف الرسل بالكذب أم بالصدق؟ بالصدق. بالصدق، إجابة رائعة. أحسنت. تحث سورة العلق اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق على العلم أم الجهل؟ العلم. ما شاء الله، أحسنت، إجابة صحيحة. تحثنا سورة العلق على العلم. جميل، نكمل. الإيمان بالله تعالى وفعل الخير وعدم ظلم الناس سبب من أسباب سعادة الإنسان أم تعاسة الإنسان؟ سعادة. سعادة الإنسان، فعل الخير وعدم ظلم الناس سبب من أسباب سعادة الإنسان. أحسنت. 8، سورة العلق التي تبدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، مكية أم مدنية؟ مكية. ما شاء الله، أحسنت يا بطل، إجابة صحيحة، سورة العلق مكية. أحسنت. القرآن الكريم كلام النبي أم كلام الله تعالى؟ كلام الله تعالى. ما شاء الله، أحسنت يا صدام، إجابة صحيحة، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى. آخر سؤال، سورة التين، والتين والإيه؟ والزيتون. والتين والزيتون، مكية أم مدنية؟ مكية. ما شاء الله، أحسنت يا بطل، إجابة صحيحة، سورة التين سورة مكية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى درس جديد نلقاكم الأسبوع القادم في رعاية الله وحفظه.